يعني خايف نسيب باب مفتوح او على جاك السول عاوز اجيب لك النينجا زراعي انا. اطلع اطلع من هنا اطلع من هنا اطلع من هنا اطلع من هنا واطي. تمام اخواتي كده خدنا الفحم. الله 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 جاك الموت. شكرا لصباح الخير اعزائي المشاهدين حسب تشوفون فينا ان شاء الله اخواتنا مع بعضنا في ماينكرافت. اخواتي يا ريت تلعبوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس دعمنا بلايك اخواتي عشان تستمروا في فيديوهات اكتر واكتر. زي ما شفتوا اخواتي في الحلقه اللي فاتت احنا ركبنا الزجاج للبيت يعني تمام فعملنا لنا نوافذ كده يا باشا ظبطنا الاداء. النهارده اخواتي هنروح نعمل رحله بحثيه على الولف تمام. يعني بصراحه يبقى عندنا كده كلب حراسه يحمينا بصراحه يبقى احسن. فنروح اخواتي كده مع بعضنا نستكشف المكان بس يا رب نلقى كده واحد قريب ولا حاجه عشان بصراحه الواحد خايف يتوه. فنبدا اخواتي كده نتمشى في الغابه في الغابه بدينا بنتمشى. اوعي قزره اوعي قزره يا عم اوعي. ايوه خروف ماشي وفي قطه بسيسي وفي بقره. هات لنا سلاحة البقره محطها 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 ايوه مات. في خروف برضه محض واحده والتاني تمام. عاوزين بس ذئب عاوزين ذئب عاوزين ذئب والله. ولو جينا ذئب هتبقى بصوا واحده تاني واحده تمام التاني والله. اخوات لما تكون الضربه من بعيده هتبقى قويه. فرس لا بصراحه مش عارف نموت الفرس بصراحه. الفرس ده اساسا المفروض يتحرك. ابعت ابلع الله الله ابعت ابلع ابلع عشان راح احتاج برضه اللحمه بتاعتك. فبصراحه انا بما اننا بنتمشي لا انت ابلع خروف تاني والله كويس عشان كنت الاول متشحطط على ان انا القى صوف. يا اه ليكم انتوا يا باردين اصلا ده انا كنت متشحبط الاول عشان نلقى بس حته صوفه عشان نعمل بيها ستريشن الزومبي كان يهبشني. وانتوا استغفر الله كنتوا مختفين ولا انت عم خنزور عم خنزور يا عم خلاص هاتني اللحمه اللي معاك اللي معفنه دي. طب انا معيش حاجه معيش سمك الروضي كان طيب انت الوقت. فبصوا والله يا اخواتي مش لاقي ولف مش لاقي ولف انا مش لاقي. نروح هناك نشوف اخواتي في الجبل دي نروح نشوف كم خنزير. والله كتير خنزير وانا كنت الاول ميت من جوا والله العظيم. ده انتوا بصوا هتتشووا من رجليكم من العذاب اللي كنتوا بتعملوه فيا. خلي الحاجات دي فوق عشان الحاجات دي مش محتاجه حاليا. معانا اكل طيب مع 13 قطعه لحمي و21 توت فحلوين يا عم بصراحه هيكفونا في الرحله بتاعتنا. بلع بلع يا واطي. بص بص لما السيف اخواتي يكون ممدود الصراحه بتبقى الضربه اقوى. بص بص فينك انت اصبر اصبر يا ولد. لا عاوزين نطلع بصراحه قلنا وقعنا في حته مالهاش لازمه. لا لا عاوزين وولف دي نحله. لا لا مش احنا مش احنا مش هنقدر نضرب النحله اصلا. ممكن نكسر الخليه بتاعتي بس هتموتنا لو كسرنا الخليه والله هتهبشنا. لا لا صح عاوزين وولف 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 يا جدعان. انا واخد العدم ده ورايح على فين طيب مش عارف انا والله. انا قاعد ندور بس ونصطاد في الخرفان اللي فوق المعفنه دي. ابلع ابلع بعد اذنك ابلع 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 ايوه. وعاوزين برضو عاوزين نجيب الحجر بتاع الفرن تقريبا اسمه ريدستون تقريبا ايوه. لا ممكن نكسر في الارض هنا مش عارف والله مش عارف نكسر هنا ولا لا. ممكن نتمشى لحد ما نلقى كهف. لو لقينا كهف هيسهل علينا الموضوع بصراحه. ممكن ناخد شويه خشب. لا مش عاوز نضيع وقت بصراحه انا. انا عاوز نستغل شايفين اخوات الحجر الحجارة اهي كل مكان اصلا. ايوه ايوه يخرب بيتك كنت هنفوت من هنا نموت. ماشي يخرب بيتك ما ينفعش غير ننزل ماشي تمام تمام. يخرب بيتك انت انت اتعلقت ازاي كده اصلا. في فحم والله في شايفين فوق اهو. المشكله معيش حته معيش شافل ولا اي حاجه. عاوزين بكاكس عاوزين بكاكس خلاص نحاول نكسر بيدنا لحد لما يا ربك عدلها. يلا مدير ايه ده فيش حاجه خدتي تمام اخوات. فيش حاجه خدناها ليه طيب. حاول معنا خشب معناش خشب. فاحنا نحاول نكسر كده كم خشبين نعمل بكاكس من الخشب نعمل بكاكس حتى من الخشب بكاكس 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 من الخشب. فنحاول نحل دول تمام ونعمل كده كريفتن تيبل تمام. ورينا مدير نعمل كده واحد هنا ويا باشا نعمل كده ثواني شويه عصايات تمام ودول يبقوا كده وده كده يا باشا. يا عم اخلص واحد هات التاني تمام اكسر دي بقى ناخدوها معانا بصراحه خساره البيت ما نسيبوهاش نسيبوها ليه يعني يا بعطره وخلاص. اكسر 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 تمام كسر كده شويه طوب بصراحه الطوب ده انا محتاجه حاليا. يلا يلا مدير يلا يلا حبيبي يخرب بيتك. بص احنا ممكن يخرب بيتك اصبر كده ممكن لا لا ممكن نكسر بالدرز نفسه نكسر كده بالدرز تمام تمام. فالصراحه كان في فوق هنا ثواني ثواني ممكن نكسر جوه الحيطه ثواني ثواني ممكن نكسر البكاكس كان في فحم فانا ممكن الصراحه نستغل الفحم. فين الفحم؟ ده لسه الفحم فوق يخرب بيتك حبيبي تمام؟ اهو فينا فحم اهو في الداري. الله 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 نبدا نكسر كده ايوه. بس المشكله ان البكاكس معانا مش قوي للدرجه بس برضه ما يمشي يعني. فبنحاول نستغل كده الظروف باي امكانيات معاني لحد لما الظروف تتعدل معانا ننزل رحله كهفيه. فيلا حبيبي فانا هنعمل برضه سكه اخواتي نبدا نظبط الدنيا ونعمل حوارات كتير هتشوف اخواتي ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. بس هي الدنيا تبدا تحلو معانا ويبقى معانا امكانيات كتير تمام. فانا بصراحه برضه الفحم ده انا عاوزه عشان انور بيه الكوفه اللي انا نازل ابقى نازل فيه. يلا مدير كمان نقدر نطيب بيه الاكل والحوارات دي لو معاش خشب. بس انا كل اللي انا كنت عاوزه كنت عاوز ذئب والله كنت عاوز ذئب واحد على الاقل يبقى رفيق لي في يساعدني في الحوارات بتاعت الزومبي القذره اللي معفنه دي. تمام يا مدير تمام 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 بس تمام كده مفيش تاني
في فوق كانت كان في فوق يلا اكسر ده خربيت اطلع ايوه اهو تمام نعمل بس كده حفره في الجبل تمام اهو تمام يا مدير نخدس الفحم دي ناخد الفحم دي اوعى توقع تموت هي مش ناقص عذاب تمام يلا مدير نكسر دي برضو نكسر دي نكسر دي برضو نكسر دي برضو تمام في فحم تاني اوعى توقع في حته فحمايه هنا تاني تمام في تاني لا فيش تاني خلاص نقدر ننزل كده خلاص ايوه كده فيش كده خدنا كل حاجه احنا نقدر ناخدها فثواني عشان بس ما نوقعش الموت ايوه لحد كده احنا نزلنا بسلام عاوزين كنا عاوزين حديد والله يا اخواتي لو في حديد كان بيجي ملعبه والله لما انا اروح شكلي توت والله شكلي توت يا اخوات شكلي توت يا جدعان يخرب بيتك يا ابني يخرب بيتك حبيبي الله الله الكهف ده كله في حديد هناك اهو في حديد هناك اهو فاروح ناخدي وبعدين بسرعه اشوف موضوع القريه ده بسرعه فيلا يلا يلا مدير يلا عشان الحديد ده بصراحه ما ايش هيتعوض يلا يلا اه كويس انه ما متش والله لا مش هتنفع انت غير بطلوب ايوه صح ثواني 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 نعمل كده دي في عندنا عصايات لا فيش عندنا عصايات فاحنا هات العصايه الاربعه دول هدوا كده يلا بس ناخده اياه ناخده بسرعه قبل الليل ما يليل واحده ثانيه تمام هات لنا الطوب ده هنا اكسر كسر بسرعه ايوه ايوه الحديد ده هيفيدنا ايوه خرب بيتك ده انا كنت فاكر نفسي ان احنا نوقع نموت يلا يلا لا الليل علينا احنا هنتجلد انا عارف بص اخواتي نطلع كده بس بسرعه يلا 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 يا باش تمام فنقعد نطلع تمام فنبدا نطلع اكسر دي بس يا باشا يلا يا الزومبي ما يتلفان الا يخرب بيتك واخيرا اخواتي قرية بانس بصراحة انا كنت في عذاب والله العظيم انا كنت بنجري زي سلاحف النينجا منيهم اها شايفين الزومبي واللي هنا والسكيلتون المعفنين يلا 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 يخرب بيتك اقري لا كويس نقرر نقولهم دي ده يحميني ده يحميني وده يغلس على امي لا 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 انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف دخلنا يكفل ايوه بف عليك حيوان قذر هيموتني اللي يخرب بيتي اخيرا اكفل 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 الجزاز اكفل 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 الجزاز يا عم مش ناقصه قرف ايوه ناقصه صوت معفن قذر ناكل اي حاجه انا خلاص قلبي كان كل دم هيتدمر ناكل واحده ثانيه اه الايرون جولم بيدخل والله العظيم الايرون جولم ده عايز يتصلح يا جدعان بصراحة ده اسطورة الايرون جولم هو اللي حامل حمي بصراحة تمام فنحط واحدة تاني كريفتن تيبل هنا فين يا مدير تعالي بس نبدأ كده نعلي دمنا ونظبط اداني فا يا معلم الحاجات اللي مش محتاجينها الفحم ده هنحتاجه بصراحة الاكل ده برضو ضايب الخشب هات من الخشب هات الخشب عشان لا هات الخشب التاني بصراحة عشان عاوز تحلل عاوز معايا خشب كتير ده برضو مش محتاجينه خلاص ده الخشب الدرت مش محتاجه باشا ده مش محتاجه ده مش محتاجه خلي دول برضو فوق مش محتاجهم حاليا وده برضو والبلاطز دي خليها برضو فوق مش محتاجها برضو والفحم خلاص ممكن ناكل كده لا ندى اسمه ده ايوه ومره تاني تمام ويبدا باشا نحلل الخشب عشان بصراحه الفرن طفي بعد كده الصبح نبدا نجيب خشب تمام وريني معنا ستاك اهو تمام فاشتغل كده لحد لما الدنيا تظبط ايه ده وريني احنا لسه الدنيا ليه صح ايوه الدنيا ليه على حاجه الخشب تحط وشك كده باشا شايف الدنيا كلها تطلع ترجع تقفل مية مية وريني كده انا قادر اشوف حدود البيت كله والله كده مشكله قذره معفنين ناكل كده مره ثانيه تمام مدير وننام والله خاطر انا خايف اللي يكسر الباب على ايدي ويعمل معي السليم فننام ويصحى وربنا يستر ستوب بعد تمام اخواتي فكده نمنا والدنيا ظبطت معانا ايه ده خرب بيتك خلص الحديد ماشي ده ممكن نعمل لهم سيف يبقى جبار بصراحه سيف يبقى هو ده بصراحه اللي يعرف يسند معاني عاوزين خشب اسف عاوزين خشب الاول هات لنا مثلا السبع خشبات دول تمام مثلا دول كده عاوزين مثلا اربع حلوين انا عاوز سيف واحد كده مش فارقه معاي بس انا برضو محتاج بكاكس تمام ايوه سيف واحد وعاوز بكاكس 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 تمام عشان بصراحه البكاكس ده يقدر يدينا معاي يعني لو حاجه انا عاوز اكسرها تمام يا مدير بس كده دول بصراحه الاثنين الاسطوره فبرضه خلاص كده عاوزين برضه نحط دول تاني زي ما كانوا ودي برضه خربيتك كان عايشه معايا المفروض في دي راحت فين اه صح انا بره عملتي امسك كده السفينه بتاعت اللحمه بتاعت الزومبي وقت العظم كل ده هيفيدنا انا بصراحه اكسر دي خليها في دي ونروح ناحيه ثانيه فاكر اني حطيت في كذا حته شمع تمام لا هي حطيت شغل في ناحيه واحده خلي دي كده في دي وباشا نروح كده ونعكس الدنيا طب انا عاوز بس اخش جوا عشان نجيب اخواتي العظيم ونشوف رحلتي مع الكلاب بصراحه انا عاوز وولف وولف اه كريبر قذر معفن يعني خايف نسيب الباب مفتوح او على جاك السول عاوز
اجيب لك النينجا زراي انا. اطلع اطلع من هنا اطلع من هنا اطلع من هنا اطلع من هنا واقضي. معي اكل كده مكفيني مثلا. هات العكبوت ده مش عاوزه، بس عاوز ايه؟ العظم. فين العظم؟ هات العظم، عشان بصراحه العظم ده ممكن نحتاجه، هو اكيد هنحتاجه. فان شاء الله كده بس يجيب لنا ولف في وقت في الطريق. اتصلك منين يا ابني؟ اتصلك قذر ليه؟ اه في صوت زومبي جوا. بلع بلع بلع، يخرب بيتك. تحرك تحرك تحركني، يخرب بيتك. ايوه انت اللي دخلك البيت اصلا. انت قتلت الراجل ياد ولا؟ والله شكله موت واحد ياما، حرام والله. ايرون جولم ده عاوز يتصلح بصراحه، صح؟ اللي هو متبهدل بصراحه، كامل الاحترام ليك والله. اخواتي ده بص محطوط عليه جامد. ايرون جولم ناكل لنا اي حاجه كده. قطه يا عم، عاوزين وولف. وولف ام السحر اللي نحن فيها ده. بس انا مش ناحيه الغابه بصراحه، تمام. فانا نحاول بس نشوف لنا كده وولف ولا اي حاجه في طريقني. يلا مدير. خروف خروف خروف، اهدى له. وده ميه دي الاحسن. الدور اللي فات اللي لقيناها لسه واقف كويس والله. عاوزين وولف يا جدعان، عاوز او نعمل سيرش، فاهمين يا اخوات كده نظبط الاداء. كان في كهف قبل كده نزلناه وكان في مدعكه. تعال يا مدير، تعال 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 تعال. بس على الله نلقوا كده. لا 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 لا، هنا في ميه وفي حوارات وانا ممكن اتجلد اصلا. لان النحله عاوزين نشوف الكهف اللي نزلناه بدري. الكهف اللي نزلناه بدري فممكن نلقوا فيه بسرعه. تمام. احنا كان فين الكهف تقريبا؟ كان في الناحيه الثانيه، كان وراي ورا بتاعت النحله دي. تمام يلا مدير. يا عم يخلص يا عم، مش نكسه برود هي او عبوشك القذر دي. تمام عاوزين بس، هو كان في حديد والله. نطلع كده فوق، حاول نستكشف كده الدنيا من فوق يا اخواتي. يلا حبيبي يلا 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 يلا، يخرب بيتك يا ابني. وفي مفيش حاجه ليا تاني مش عارف والله. حاول كده جدعان نشوف لنا كده اي ولف اي كلب اي ابن لذينة اخده معاني. انا كده كشف المنطقة كله والله. يخرب بيتك يا ابني، يخرب بيتك يا حبيبي. نحاول نطلع تاني، ممكن نلقى ولف ولا اي حاجة مستخبية منينا ولا اي الدنيا. وفي يا ابني بقرة في غيرك انت في المرتفعات ده. هترمح فين؟ هترمح فين؟ ما انت ميتة ميتي، اوعى توقع من هنا انت اللي تموت. ايوه وريني وريني، انا عامل استكشاف للمنطقة كلها مش لاقي اي حد والله. ممكن نعمل كهف في الحته دي. بص اخوات، الحته الكبيره دي اللي هي واسعه دي، تمام. فانا ممكن نكسر فيها او نبدا نشوف الدنيا تحت. وفي نفس الوقت قريبه من القريه، يعني انا هنا والقريه فش هنا، فهي قريبه بصراحه. يعني مش قريبه قوي بس برضو يعتبر قريبه يعني. فنبدا نكسر هنا. يلا بدي نبدا نكسر كده هنا. نقول له كده بسم الله، نبدا كده اخوات نكسر. بس ده درت، ده كله تقريبا درت درت. ممكن نعمل زي السلم كده اخوات، فاهمين؟ زي السلم، زي السلم يا باشا. فنبدا نكسر ونكسر يا باشا ونكسر. وعاوزين نعمل اسمه دي ثواني كده اخوات، عاوزين نعمل ايوه السكتكه برضو تعمل الحديد. يخرب بيت العظم، جبنا الحديد. انا الحديد ده عاوزين كميه رهيبه من الحديد والله، عشان نعمل السكه اللي هي سكه جباره. سكه جباره جباره، سكه عاوزينها تربطنا من البيت حدني. نكسر كده ايوه، وصلنا كده المرحله تطلب. وصلنا كده اخواتي المرحله تطلب، تمام تمام يا مدير. فنبدا كده نكسر، يا رب بس نلقوا حاجه تستاهل. لا دي رمله، وصلنا للرمله للرمله والرمله ولاش اي حاجه تستاهل بصراحه، تمام. فنبدا كده نكسر سكه لتحت، تبدا الدنيا تظلم علينا. بس كويس احنا ماسكين شمعه، احنا ماسكين شمعه كان زمان الدنيا ظلمت يعني. بص كده لو قلبنا الشمعه وشايفين الدنيا ازاي ظلمت. فخليها كده الشمع بيدنا الشمال ونكسر يا باشا. يلا يا مدير، يلا مدير. نبدا كده نكسر هنا برضو، نبدا ننزل. شايفين الدنيا فوق ضلمه، طبعا ضلمه، تمام يا مدير. يلا حبيبي يلا مدير، يلا سحب. نبدا نكسر دي برضو، حاول ننزل تحت شويه كده اخواتي. عايزين نبدا نكسر برضو، نكسر يا رب نلقى حديد كده ولا اي ولا اي حجر كريمي. فيش يا اخواتي اي حاجه، ما فيش اي حاجه. العذاب والله. تمام نبدا كده ننزله، تمام. نبدا برضه ننزل شويه تاني، تمام 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 تمام. عاوزين بس نسرحه والزومبي لحد الليل والزومبي يدعكنا فوق. شايفين الدنيا اصلا عتمت وحديها اصلا، فعذاب هيبقى. سمع صوت ميه اللي جنبي والله، سمع صوت ميه، والميه جايه على يمين على يمين هنا. مش عارف والله العظيم عذاب. لا على ارتفاع 46. لا احنا لسه اخ بدر، احنا عاوزين نطلع بس دلوقتي عشان احتمال الليل اصلا يكون ليل. وريني. لا لسه لسه، بس خلاص الليل يعني على على وشك. نروح اخوات القريه بتاعتنا، القريه بتاعتنا فين؟ اهي تمام. ما لقيناش اي حاجه، اي حاجه ما لقيناش حرفيا. ناخدوا كده الفحم، ناخد الفحم، ناخد الفحم. تمام اخواتي كده خدنا الفحم. الله 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 الله، جاك الموت. طلع منين دي؟ طلع منين اللي جاه الموت دي؟ خرب بيتك يا ابني والله العظيم. انتوا بتقعدوا تهبدوا في تهبشوا زي ما انتوا عاوزين. يا عمي تعالي انت، حد قال لك روحي؟ شوف طلع مني الواد القذر والله. اخوات زي افلام الرعب، بيدي من جنبي ما تعرفش ازاي اصلا. عذاب. حاول ننزل تاني نستكشف الدنيا يا اخوات، ان شاء الله خير. الله الله، زومبي 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 زومبي، زومبي. اطلع اطلع زومبي زومبي. اجري
اجري اجري اجري اجري يلا اجري 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 اجري. ايوه والله كان صوت قذر، صوت زومبي قذر تحت، صوت زومبي قذر قذر. اصبر اصبر، عايزين نجروا البيت، عايزين نجروا على البيت، عايزين نجروا على البيت، عايزين نجروا على البيت. ايوه عايزين نوصل البيت بس عشان الليل قرب الليل. فبصراحه زومبي قذر قذر يعني بما معنى الكلمه. فهو بيتنا اخواتي قدام اخيرا اخيرا، بصراحه كانت رحله شاقه مقرفه. تمام، فروح اخواتي نشوف الحاجات اللي احنا خدناها. طوب معنا كتير ملوش اي 30 لازمي، بس جبنا 4 فحم كويسين بصراحه. السهم ده مش عاوزيني، بس ده ممكن نعمله منه درع تقريبا اللي انا عارفه. تمام، فممكن يتعمل منه سطره. بس انا اخواتي شوفوا ممكن تتعمل منين السطره دي، فايه تاني بس. فممكن برضو العظم ده مش محتاجه اول حاجه دي، والمعدات دي برضو مش محتاجينها، الرمله وهات الدخول الدرد برضو. ثواني يا مدير، ممكن نعمل حاجه بالشيست. تمام، لسه ده عاوز كتير من دي، عاوز 3 و3 6 و2 8. ده برضو معيش يعني الحديد، روح حديد وريني الفرن. ممكن طيب لنا اي حاجه بصراحه يعني، نستغله كده فتره ان هي يعني. هاتينا ممكن مثلا البطاطس، لا البطاطس مش عارف، 4 فراخ. هاتينا مثلا ال 12 لحمه دول بصراحه، هاتوا ممكن طيبهم لنا يعني بصراحه، بدل ما هي واقفه كده ما لها شيء لازم. تمام، والجلد خلاص خليه. فننام اخواتي ونصحى الصبح نشوف الدنيا هتحصل فيها. تمام اخواتي، فنطلع كده اخواتي ونشوف الدنيا. تمام اخواتي، فنروح نشوف الدنيا قبل. ايه دي؟ لا 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 لا، 3 كلاب ولف. بسرعة بسرعة بسرعة، عاوز العظم. يخرب بيتك قبل يمشوا، يخرب بيتك يخرب بيتك. فليك 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 فليك، تعال 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 انت حبيبي، تعال 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 انت حبيبي. ايوه حبنا حبنا، وزين الثاني وزين الثاني. ايوه ايوه الثاني، ايوه تعال تعال. لا قوم قوم قوم، يخرب بيتك اوعى، قوم خلاص قوم 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 قوم. وانت تعال برضه اخيرا حبيبي، قوم قوم. ايوه فين؟ كان في واحد ثالث والله، شفت واحد ثالث صدقوني. تعال بس تعال 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 تعال. ايوه اهو التالت اهو، شايفين شايفين؟ تعال يا مدير بس. تمام، فانت حبيبي برضو هسه مدير معي ثلاثة. ايه ده فين التالت؟ فين تالتكم؟ ايوه ثلاثة. تمام، فتعال كده نجربه اخوات، عشان نجربه كده نتخانق مع حد. تعال تعال، ممكن بقرة كده ولا حاجة عشان بلاش حرام نضربوا أي حد من دول. تعال 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 تعال، عاوزين تاكل لحمة؟ فيكم أنتوا، تعال تعال. خد 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 خد، وأنت برضو وأنت برضو خد 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 خد. ايوه انت وانت برضه، فينك فينك؟ ايوه انت خد خد. ايوه ايوه وانت برضه وانت برضه. الله في كلب صغير. اه تعال 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 تعال، انت لازم نروحوك البيت. تعال تعال تعال، ما ينفعش بيبي صغير صغير تاع ولف. تعال 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 تعال، انت لازم تروح البيت، انت صغنون انت صغنون، ما ينفعش تروح معاني. تعال بس تعال اخيرا اخواتي، لقيت ولف. تعال 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 تعال، يلا يلا مدير. ممكن نسيبوك انت هنا ونسيبو ماما جنبك هنا. ايوه بس واحنا انتوا التانيين نطلع، يلا عشان ورانا مهمات. يلا يلا يا ابني تعال. ايوه تمام، فنقفل عليهم الباب، ضل يحرس كده البيت. تمام، فين فين الولف التاني بتاعني؟ خرب بيتك حبيبي، فين فينك يا ابني؟ انت رحت فين يا حبيبي؟ انت ليه واقف عندك؟ اه انت قاعد. انا اسف انا اسف والله، انا اسف انا اسف انك قعدتك. تعال 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 بس نشوف كده ايه لما حد يجي يهاجمني، او انتوا كده عاوزكم تبصوا تشوفوا فينكم رواطين. ايوه واحد هو الثاني ماشي. تعال يا مدير تعال تعال، ممكن نضرب اي حد. تعال تعال، ممكن نضرب فرس دول. ثواني اخواتي ثواني بس، عشان بصراحه كان في كريبر قذر الدور اللي فات، الزوم كان بيزلوني فدلوقتي مش فارقه معايا. فين 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 فينكم فينكم؟ فبشو؟ ايوه اسد اسد اسود 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 يا ابني يا ابني اسود اسود اسود. ايوه والله بصوا شو انتم، اوعى بوشك المكلح دي. فينكم يا ابني؟ رحت فين؟ ايوه ابش ابش. تعال تعال تعال، ممكن مثلا نتحدى ضغط. ابشوا ابشوا يلا. الله غير بس ما تدع بص مرمشوا والله. خلاص خلاص خلاص، انت سلختوه سلختوه من فيلك فاي. تعال انت اسود يا تعال تعال تعال، يلا عشان تاكلوا عدم تاكلوا عدم تاكلوا عدم. خد عاد مي، لا مفيش عاد مي، خد انت عاد مي. خلاص تاخد حته لحمي لحمي لحمي، تاخد لحمي. لا خلاص مش جعان شوف. فين انت تاخد لحمه؟ انت تاخد لحمي. ايوه حبيبي حبيبي خلاص تعال تعال، هاتنا بس الخنزير دي بالراس بالراس. اسد اسد، تعالوا يلا يلا بينا يا باشا، وقتي معانا يا باشا اللي يحمي علينا بصراحه. اي حد الوقت بصوا، اي حد اي حد اي حد يغيصنا اديله بس ضربه كده بس. هما بقى يتلفوه، هما يتلفوه يا باشا، بصوا وراه. هاتوا الله. اسود 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 اسود، تعال بس نروح البيت، تعال نروح البيت. انا اعمل لهم مزرعه اخواتي من بره كده. تمام عشان ايه
يحمي الدنيا، او ممكن خليهم في جوه البيت بصراحه، اللي ينسبون برا في الزومبي والمشاكل لا انا خليهم يعايجوا البيت بصراحه، دول اصدقائي وخليهم معي في البيت عشان يحموني. وبكده اخواتي طبعا كنت عارف النهارده يا ريت اخواتي عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، دعموا الله عليك اخواتي عشان نستمر في فيديوهات اكتر واكتر، اقعدوا معايا يا اخواتي، سلام.